لنحرز شيئا ما. المنتخب المصري في عدم وجود محمد صلاح من وجهة نظرك بعد ما قابلت المنتخب الماتش اللي فات في بديل؟ Yeah, I believe in Ramadan Sobhi. أنا أحب أنا أؤمن برمضان صبحي وأؤمن بمهارته، وأتمنى لو كان لدي لاعب في مهارته لأنه يستطيع أن يسجل في أي لحظة. رمضان صبحي هو بديل محمد صلاح في عدم وجوده. إذا كانت مصر ترغب أو تبحث عن الشخص الذي سيؤهلهم للميدالية الذهبية فسأضع سأشير إلى هذا اللاعب محمد رمضان صبحي. مصطفى محمد رأيك فيه؟ لاعب رائع أيضا، ولكن المهاجمين يعتمدون دائما على من يمرر لهم الكرات ومن يبنون الفرص. بدون من يبني الفرصة وينهي الفرصة لا يمكن أن يستطيع المهاجم أن يسجل بدون من يمرر له الكرة. بالتأكيد هذان اللاعبان لاعبان رائعان، ولكن بدون إمداد بالكرات لن يستطيع أحد أن يسجل. وكما رأيت في المباراة التي لعبناها أمام مصر، وعندما فازت علينا مصر في الدور قبل النهائي في بطولة أفريقيا تحت 23 عام، كان اللاعبان مؤثرا جداً.